معي عبد القادر السقاي الناشط الجمعوي في ولاية المسيلة. أستاذ عبد القادر مساء الخير، مرحبا بك. أستاذ عبد القادر أهلا وسهلا. أهلا بك. طيب ماذا فهمت سيد عبد القادر السقاي من تعليمة والي المسيلة؟ الحقيقة أن السيد الوالي مشكور في إطار يعني صلاحياته في تنظيم يعني تنظيم الإقليم ولاية المسيلة، كان عنده مراسلة لتنظيم الاحتفال في المناسبات الرسمية وغير رسمية في إطار يعني الخاصة بالأعراس والأفراح، خاصة في استعمال يعني خاصة جمعية الفانتازيا لتستعمل البارود في مناسبات كما هذه. وبالتالي يعني تدخل تأسيس الوالي كان لتنظيم هذا. نعم المواطن عنده حق يفرح ودي مناسبات تاعه وهذا من حقه، ولكن ما نخلوش الامور، ما تركوش الامور هكذا عشوائيا للفوضى. لقد راينا يعني اثراء يعني الحوادث الاليمه اللي وقعت قبل ايام، مثلا وفاه سيدي عيسى طفل. هنا كان تدخل حكيم يعني لفرض نظام يعني نظام العام ومحافظه على السكينه تاع المواطنين، كان تدخل بتوجيه يعني من السيد الوالي، ودات البلديات بلدية ولاية المسيلة إعلان المواطنين والجمعيات الناشطة في الفانتازيا باش يخرجوا رخصة مسبقة من طرف المصالح الأمنية المختصة. بصح